روح الفتيس، برنامج حلو جدا فيه تفاصيل حلوه جدا عن السيارات والعربيات هتستمتعوا بيها. البرنامج سهل جدا وحلو جدا، وكل حلقه هيكون معانا مغامره مختلفه، هتقدروا تستمتعوا جدا جدا بالتفاصيل والمعلومات، لان البرنامج مش بس للي عندهم شغف بالسيارات، كمان البرنامج لكل الناس اللي حابه تعرف اكتر عن السباقات، الدريفتنج، العربيات الكلاسيكيه، العربيات الالمانيه، الامريكيه، الايطاليه، اليابانيه، كل حاجه هتكون معانا من خلال 13 متسابق، كل حلقه هيكون معانا واحد منهم. البرنامج فيه فكره حلوه جدا، مش هنخليهم يسابقوا بعض، بس كل واحد من خلال الحلقه بتاعته هيسابق المتسابق او المتسابقين التانيين، عن طريق ان هو هيشرح لنا السياره بتاعته، هيورينا قدراته، معرفته عن المعلومات بتاعه السيارات. عندنا سيارات كتير وانواع مختلفه، كل متسابق هيجي بسياره كلاسيكيه او سياره بتاعه سباق او سياره بتاعه دريفتنج وغيرها من التفاصيل.